جزئية بقى الماتشات اللي جاية، وانت بكرة ان شاء الله بإذن الله عندك واحدة من اهم المباريات اللي بدأت تاخد شكل مختلف. ايه بقى اهم المباريات؟ تكلم على نهائي كاس الرابطة. لا بقى يعني ما كناش يعني كاس الرابطة، فكرة انه هذه هي السنة التانية للبطولة تكون مقامة بالشكل ده، ده نجاح كبير. الاهم كاك بكل امانة انه وصول النادي المصري وتعلق جماهير المصري بهذه البطولة تحديدا مخلي فيه نوع من أنواع السخونة والإثارة. وعلى الجانب الآخر هناك فريق في الدوري الممتاز بيحاول بقاله فترة أن يحصل على بطولة، وهذا الفريق فريق مكون بشكل محترم جدا جدا، هو سيراميكا كليوباترا، وبالتالي عنده طموحات أنه تكون دي أول بطولة بتدخل دولابه. فبكرة إن شاء الله بإذن الله إحنا هنشوف مباراة نتمناها ممتعة الساعة 8:30 مساء تجمع ما بين المصري وسيراميكا كليوباترا. دي كانت أفراح جماهير النادي المصري بعد المباراة، مباراة التأهل إلى النهائي. ولا أخفيك سرا أن الناس بتبعت لي من بورسعيد صور وفيديوهات كتير جدا جدا لاستعداداتهم على اليوفط اللي موجودة في الشارع، على اهتماماتهم بالنهائي وتجهيزاتهم واستعدادهم النفسي للبطولة ديت، فهم مستنيينها كما لو ان هي دي البطولة اللي محتاجها النادي المصري. بصفة يعني بصفة المشجعين وبصفة الاحاسيس اللي ليها علاقة بكده، الناس متعلقة قوي 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 بهذا اللقاء. بالمناسبة ابراهيم نور الدين هيكون حكما لنهائي كاس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا، هيكون معاه مساعد أول سمير جمال، مساعد تاني يوسف البساطي، حكم رابع محمد الصباحي، حكم فار الحنفي، وحكم فار مساعد هاني عبد الفتاح. قائمة من الحكام المحترفة المحترمة جدا جدا.